قال نغم كان دائما المايسترو يحكي كلمه العمل الجماعي وقد ايه لازم يكون احنا صوت واحد. بعد ما انه بلشنا الخلطه بين رفقاتي بجبل محسن ورفقاتي بباب التباني انا كنت مفكر انه في مشاكل، بس يعني بعد ما حكيت معهم عرفت انه ما في مشاكل ابدا بيناتنا. المايسترو كثير بحببنا ببعض، كثير بيقول لنا انه اذا حدا سبكم سامحوا. المايسترو من البدايه كان عم بيقول لنا وحدوا صوتكم ونكون نحن واحد كمان كمجموعة وكأفراد مجموعة. بقلب الكران ما في شيء اسمه جبل تباني، كلنا أخوي بين بعضنا ورفقنا.